حبيبي من أرض المونديال الحقيقة متواجد هناك وهيقول لنا على كل ما يحدث في قطر الآن مع بعثة النادي الأهلي وممثل أفريقيا طبعا النادي الأهلي عبر سكايب. يلا يا جماعة لو جاهزين يلا بينا علشان برضو نعرف ايه اللي بيحصل. عايزين دايما نحط حضراتكم يا كابتن عادل، يعني عايزين نحط الناس دايما يا كابتن هاني معانا في كل الامور. يا استاذ اسامه ازي حضرتك؟ كابتن اسلام ازيك، وكل سنه وانت طيب، منور الدنيا كلها. ربنا يخليك. تحياتي ليك وللمونديالي صديقي العزيز كابتن عادل. انت وحشني. انت كمان والله. انت وحشني كتير بجد. والله انت اكتر يا كابتن عادل، ربنا يديم المعروف. وتحياتي للهداف القناص المخلص الشيك الانيق كابتن هاني العجيز. كابتن اسامه ازي حضرتك؟ الله يحفظك كابتن هاني. يعني يا استاذ اسامه الحقيقه وجود النادي الاهلي في كاس العالم للانديه اعتقد فخر كبير لكل المصريين ولكل العرب ولكل الافارقه. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. نقول تاني وتالت ورابع، المونديال فرحان بمشاركة النادي الأهلي، المونديال نفسه هو اللي فرحان بمشاركة النادي الأهلي وبعودة النادي الأهلي المرة السادسة. شوف الأرقام الجميلة دي، الأهلي بيشارك في المونديال للمرة السادسة، ورقم ستة غالي علينا جدا. طبعا طبعا. الأهلي طلع من مطار حمد الدولي الساعة 9 بتوقيت الدوحة، يعني التاسعة بتوقيت المونديال اللي هي كانت التاسعة بتوقيت الأهلي بالقذيفة محمد مجدي قفشة القاضية ممكن اللي وصلتنا علشان نمثل القارة ونشرفها في المونديال. عايز أقول حاجة مهمة جدا كلنا شفناها، منظر غير طبيعي شفناه النهاردة، ده بيؤكد على أن جمهورنا جمهور الأهلي على مر العصور هو الدرع والسيف، الكلمة اللي بتضايق البعض بس ده بيتاكد والحمد لله في كل مناسبه. العالم كله شاف النهارده جمهورنا العظيم رغم الاجراءات الاحترازيه المتخذه بسبب فيروس كورونا كوفيد 19 والموجه الثانيه، لكن جمهورنا رسم احلى لوحه في الدوحه وقدم صوره مشرفه للكيان، استقبال اسطوري بيخلي اللعيبه تحس ان هي في ملعبها في مصر بالظبط، وده هيكون موجود في الملعب علشان الناس تطمن كمان. وبالمناسبة دي بشكر أصدقائي في رابطة جماهير النادي الأهلي في قطر واللجنة المنظمة واللجنة الصحية واللجنة الأمنية اللي قدموا كل المساعدات علشان الناس تشوف الصورة الحلوة دي. الأهلي ما كانش في استقباله بس المجموعة دي في المطار، ولكن كان فيه خمس نقط تانية على الطريق بالاضافه الى ايوه يا استاذ اسامه والنبي عايشنا في الجو وقول لنا ايه اللي بيحصل. عايزين نبقى كاننا قاعدين معاك وقاعدين جنبك في المكتب الحلو ده، كاننا قاعدين معاك وكاننا قاعدين في قطر بقى كده بنشوف الدنيا ماشيه ازاي والحياه ماشيه ازاي. ده بالمناسبه الاستديو بتاعي في البيت عندي وطبعا كله زي ما انتم شايفين كده اهلي احمر في احمر يعني الحمد طبعا لله. عيشنا بقى في الجو وقول لنا اخبار الجو عندك ايه والدنيا عندك عامله ازاي، الجو حر الجو كويس ايه الموضوع ماشي ازاي؟ اولا الجو هنا خريفي يعني الجو هنا مش برد الحمد لله، درجات الحراره في الظهر ما بتزيدش عن حاجه و20، بالليل ما بتزيدش عن 18 19، الجو الحمد لله جو جميل، جو كوره ان شاء الله كمان في الملعب الناس هتستمتع. النادي الاهلي هو اول فريق مصري هيبدا يلعب على ملاعب مونديال 2022 ان شاء الله، وكمان ملاعب التدريب اللي هيتمرن عليها النادي الاهلي من بكره على ملاعب الجامعه جامعه قطر، دي ملاعب مخصصه لتدريبات منتخبات كاس العالم 2022. الجميل كمان ان زي ما بقول لك انا يمكن بعت كمان لفريق الاعداد بعض الفيديوهات بتاعتنا بتاعت الجمهور بتاعنا اللي موجود هنا من النقط اللي كانت على الطريق، يعني الفريق مش الاستقبال الحافل بس اللي كان في المطار، لا ده كمان ثلاث نقط بالاضافه للنقطه الكبيره اللي كانت عند الفندق. الحمد لله بسم الله ما شاء الله الفريق وصل وشاف الكلام ده، اللعيبه حست بنوع من الحميميه والدفء الكبير. ان شاء الله باذن الله هنشوف حاجات كمان في البطوله غير طبيعيه وغير تقليديه، واهم حاجه بالنسبه لي تحديدا ان احنا هنشوف الفار، هنشوف تقنيه فيديو الحكم المساعد. هل من الممكن ان احنا نشوف العداله التحكيميه
في المونديال بشكل او باخر، لان احنا الحقيقه مفتقدين لهذه العداله التحكيميه خلال التسع مباريات الاولى اللي لعبه النادي الاهلي في الدوري العام المصري. كابتن اسلام انت ما استغربتش لما قلت لك هنشوف تقنيه الفار؟ فاهمني؟ لا استغربت طبعا. انا في انتهى. طبعا انت لعيب يا مونديالي طبعا. بس طبعا انا قصدي الفار الحقيقي. تقنيه الفيديو الحكم المساعد الحقيقيه، اللي هي بمعنى ان انت هتشوف زوايا تصوير غير طبيعيه، هتشوف لقطات حصريه حتى مش موجوده في بعض الدوريات الاوروبيه الكبيره. والاهم بقى من كل ده ان هيبقى على تقنيه الفار حكام متخصصين في الفار بيحققوا العداله كما ينبغي. لكن الفار اللي عندنا في مصر ده فار دخل المصياده من بدري. ايوه. طيب ايه تاني موجود في ما شفناهوش؟ يعني احنا عايزين حضرتك تعيش الناس ايه اللي حصل، يعني من اول ما البعثه جت ايه اللي حصل، كيفيه الاستقبال، فندق الاقامه. دلوقتي احنا عارفين ان هم كل واحد معزول في اوضته لحين ظهور نتيجه المسحه الطبيه في خلال 12 ساعه اعتقد او 14 ساعه هتظهر النتيجه. الاكل هيوصل للاعبين حتى غرفهم اللي متواجدين فيها، كل واحد قاعد لوحده. الدور الخامس والسادس في فندق الإقامة مخصص للنادي الأهلي. ده الكلام اللي احنا عارفينه، الكلام اللي حضرتك بقى تقدر تقوله لنا ايه؟ عايز اقول لك ان مبدئيا الشكل اللي انت شفتوه الجماهيري ده نتيجة جهد شهور طويلة من رابطة المشجعين في التواصل مع اللجنة. بنحييهم جدا جدا جدا، ولازم كمان نشكر اللجنة المنظمة بصراحة، لان الكلام ده ما اتعملش مع اي حد. عمل مخصوص علشان النادي الاهلي، وزي ما قال الكابتن عادل من شويه النادي الاهلي فاليو كبير، النادي الاهلي قيمه كبيره، قيمه تسويقيه وقيمه جماهيريه بيضيف لاي بطوله بيشارك فيها. الحمد لله الشكل النهارده كان اكثر من رائع. الفندق اللي مقيم فيه النادي الاهلي هو فندق دوستن في قلب الدوحه، ويبعد قليلا عن ملاعب التدريب بالاضافه الى الملاعب اللي هيلعب عليها النادي. الفندق بعيد عنك قد ايه يا استاذ اسامه؟ عن البيت عندي؟ خمس دقايق؟ عندي ثلاث دقايق. ثلاث دقايق بس ما اقدرش اروح على فكره، عشان بس طبعا. لا لا انا عارف ان ما تقدرش تروح، انا فاهم. طب هل في تجمع من المصريين او تجمع من الجمهور حوالين الفندق، ولا الناس متخذه كل الاجراءات الاحترازيه تماما؟ لا يعني لا لا لا، تم اتخاذ كل الاجراءات الاحترازيه، والناس اللي كانت موجوده في استقبال الفريق عند الفندق كانت موجوده على مسافه بعيده من خلال تباعد اجتماعي كمان، يعني بين كل مشجع للثاني 3 متر، والناس كلها بسم الله ما شاء الله شجعت الفريق بشكل غير طبيعي. الناس بتسال، بعض الناس بتسال بتقول هل ابو تريكه، هل وائل جمعه هيقابلوا الفريق ولا لا، وخصوصا ان في اسماء. طب واحنا كمان بنسال، هل هناك اي من اللاعبين القدامى اللي متواجدين او النجوم الكبار اللي متواجدين هناك ممكن يروحوا للفريق ويقابلوه؟ بص، علشان في شروط معينه، علشان اي حد يدخل للفريق لازم يعمل اجراءات الفقاعه، بمعنى انه هيدخل يبقى هيقيم مع الفريق جوه الفندق وهيلتزم بنفس الاجراءات المطبقه على الفريق، فبالتالي الوضع صعب. يعني كان المفروض ان مثلا لو اي حد عايز يدخل من الناس دي بتصريح خاص وباجراءات معينه كان المفروض يبقى بقاله يومين جوه الفندق علشان يتاح لي، فالمساله بالنسبه لنا يعني تكاد تكون هتبقى صعبه يعني. لكن من الممكن ان شاء الله يبقى في خلال المباراه يوم الخميس الجاي قدام نادي الدحيل يبقى في تواجد لبعض العناصر وبعض النجوم الكبار من الاهلي، هيكونوا حريصين طبعا. دي معلومه يعني ولا ده تخيل او توقع؟ لا لا لا، دي معلومه، ومتكلم مع وائل تحديدا ان وائل حريص جدا انه يكون موجود طبعًا في الاستاد ان شاء الله، علشان يدعم زمايله ويدعم ناديه علشان يكون موجود في الصوره باذن الله. واعتقد ان الكلام بينطبق ايضا على محمد ابو تريكه، وكمان الكابتن طارق خليل، ما ننساش ان الكابتن طارق خليل طبعًا نجم النادي الاهلي موجود هنا في الدوحه وبيشتغل في نادي الدحيل مدرب للفئات السنيه بقاله فتره طويله، ومن الشخصيات الجميله الاهلاويه اللي كلنا بنحبها وبنعتز بيها. استاذ اسامه، الدحيل الدحيل زي مين عندنا هنا كده في مصر؟
والله الدحيل فريق كبير، الدحيل فريق كبير ما يقلش عن الاهلي والزمالك طبعا، فعلا مفيش مفيش كلام. الدحيل علشان بس الناس تبقى مش الناس تبقى في الصوره، الدحيل واحد من اقوى فرق القاره الاسيويه، ولولا سوء الحظ كان كمل في دوري ابطال اسيا في النسخ اللي فاتت دي، والدحيل عنده فرقه قويه طبعا، والاهلي بيحترم كل الانديه طبعا. دي الميزه، دي الميزه الكبيره، والحمد لله ان احنا عندنا جهاز فني بيتعامل مع الموضوع خطوه خطوه. ما فيش حد بيفكر في المباراه نصف النهائي، كل الناس بتفكر على مباراه الدحيل. الحمد لله انا واثق تماما ان النادي الاهلي هيواجه الدحيل بكومباكت، وحده، فريقنا منظم، خطوطه مترابطه. صحيح الدحيل عنده خط هجوم شرس جدا، وزي ما قال الكابتن عادل، وعايز اكد على الكلام بتاعه، اذا كان بقاله فتره بيلعب 4-4-2، لكن في مباراه الاهلي تحديدا متوقع اهو، ومن قبلها باسبوع هيغيروا طريقه اللعب وهيلعبوا 4-3. هو كابتن عادل عايز يسالك في النقطه دي، اتفضل يا كابتن عادل. يعني يا اس يا حبيبي، انت وحشني اولا وبستمتع بيك دايما. الله يكرمك يا كابتن. عايز اقول لك انه 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 يمكن انا لعبت الصبري مباراه او اتنين، بتهيألي مباراتين وديتين وانا ماسك في السعوديه، يعني رحت معسكرات قطر وشفته. هو دايما طريقه لعبه لعب طولي زي ما اتكلمنا، وانا يمكن كنت لسه هكمل مع اسلام اقول له انه غير اتنين لعيبه بالذات جابهم في يناير علشان النادي الاهلي، عشان النادي الاهلي كنادي الاهلي عشان البطوله بتاعت كاس العالم للانديه. ايوه نقول للناس عليهم. هو احنا لسه كنا هنبتدي في التحليل الفني، فحضرتك معانا برضو يا استاذ اسامه. هو علي كريم اولونج برضو الفرود، يعني يمكن لسه دولهم جايين في يناير، يمكن جايب كريمي من قطر القطري، ويمكن كان بيلعب في دينامو زغرب وبعدين راح الاستقرار وبعدين رجع تاني على فهو طريقه لعبه طريقه طوليه وهنتكلم فيها بالتفصيل. بس السؤال هنا عايز اقوله لك، يعني اخر بطوله للدهيل من السنه اللي فاتت، هو كان يعني كان عدى بمراحل سيئه شويه في الاداء في الاول، وبعدين عدل وخد البطوله في الاخر، الكلام ده صحيح؟ بالنسبه لبطوله الدوري السنه اللي فاتت، وحتى بطوله الدوري السنه دي البدايه بتاعته كانت صعبه جدا. وخسر مباريات كتير، منها خسر قدام السد رايح جاي، وخسر من السليه، وخسر من الوكره، ولكن مؤخرا وبعد ما صبر اللموشي دخل الاجواء خلاص واستقر على التشكيله المناسبه، الفريق اتغير جدا وحقق انتصارات قويه وكبيره جدا، اخرها كانت 6-0 على النادي الاهلي في كاس الامير، وصعد من دور ربع النهائي، وماشي دلوقتي الثاني في الدوري. وزي ما قلت لك، هو بيمتلك خط هجوم ناري، بيعتمد اعتماد اساسي على المثلث الهجومي اللي ادمنسون من اليمين، دودو من الشمال، واولونجا المهاجم الكيني اللي لسه جاي من الدوري الياباني من كاشيوا، وكان هداف الدوري الياباني، بالاضافه ان الاحتياطي بتاعه المعز علي، واحد من اخطر المهاجمين في الوطن العربي. اعتقد انه من دلوقتي هقولها لك، ورا الثلاثه دول هيلعب ثلاثه ارتكاز، الارتكاز اللي هم علي كريمي ولويز مارتن جونيور، بالاضافه الى كريم بوضياف او احد اللاعبين الصاعدين، ورباعي خط الظهر اللي لسه في كلام كتير، يعني رباعي خط الظهر في كلام ان المهدي بن عطيه يلعب ولا لا، او بسام الراوي بجوار احمد ياسر اللي ضامن مكانه بشكل اساسي، وسلطان البريك في الناحيه الشمال، وعلي مرالله في الناحيه اليمين، والحارس الاساسي صلاح زكريا، واسماعيل محمد ممكن كمان يبقى ليه دور كبير في حته اسماعيل محمد صبر اللموشي تحديدا، رغم ان اسماعيل محمد كل الناس عارفه انه بيلعب جناح يمين، ولكن صبر اللموشي بيوظفه احيانا كظهير ايمن، نفس الكلام في الناحيه الشمال بالنسبه لعلي عفيف شقيق الاكبر لاكرم عفيف، بيلعبه احيانا بس هو خلي بالك يا اسامه برضه هيشتغل بمهدي بن عطيه وبسام الراوي واحمد ياسر، ما تعرفش مين الاثنين اللي هيلعبوا، يعني في التحليل هنتكلم ليه؟ علشان قدرات لعيب النادي الاهلي الاماميه كمان، هو مبدئيا تحديدا لعيب هيبقى وجود مهدي بن عطيه وجود مهم. بس كابتن هاني يا استاذ اسامه، كابتن هاني عايز يقول حاجه بس، اتفضل يا كابتن. اعتقد ان متفق مع اعتقد ان وجود مهدي بن عطيه في مباراه النادي الاهلي، انا متاكد ان هو 90% او 99% هيكون موجود، لان مهدي بن عطيه طبعا خبره كبيره جدا، واعتقد ان الماتشات دي بتبقى يعني متفق معاك ماتشات بالظبط، فاعتقد ان هو هيبقى موجود يعني
متفق معاك تمام. بس في نقطة مهمة اتفضل يا استاذ اسامة. اتفضل. بالنسبة للمهدي عطية عنده مشكلة في مسألة السرعات، وهم عارفين ان ثلاثي او رباعي خط هجوم النادي الاهلي بيمتاز بالسرعات، ويمكن دي ظهرت في بعض مباريات الدوري، المباريات الدوري القطري لما الدحيل بيتعرض لسرعات قدام الفرق اللي عندها قدرات زي كهربا وزي طاهر وزي شريف وزي بواليا وزي محمد مجدي قفشه بيعاني الدحيل منها بشكل وحسين الشحات ايوه حسين الشحات طبعا، علشان كده اعتقد انه هيكون الاولويه لاحمد ياسر وبسام الراوي الاثنين الشباب الصاعدين اللي عندهم سرعات اقوى بكتير. اخيرا يا استاذ اسامه عايز اخدك بقى للناحيه الاعلاميه، كيفيه تغطيه الاعلام لوجود النادي الاهلي او لوصول النادي الاهلي لسادس مره في تاريخه وفي تاريخ مونديال الانديه في كاس العالم، ووصوله بقى تحديدا الى مطار حمد الدولي؟ مش عايز اقول لك يعني بسم الله ما شاء الله، النهارده 3 ساعات لايف قناه الدوري والكاس، قناه الكاس اللي انا بشتغل فيها وبشرف بالانتباه ليها، 3 ساعات لايف متابعه وصول النادي الاهلي لحظه بلحظه من قبل الوصول بساعتين مع الجماهير ومع رؤساء الجماهير، وكانوا مستضيفين الزميل محمد الجزار في الاستديو بالاضافه الى الكابتن محمد عبد العظيم عظيمه من كولون. ده الاعلام المرئي، الاعلام بقى المقروء، الاعلام المواقع، الاعلام المقروء الصحف القطريه مش اقل من ملحق رياضي يومي هيكون بدا من دلوقتي استعدادا للبطوله. الناس بتتعامل مع النادي الاهلي بشكل مختلف تماما، حتى مع بايرن ميونخ اللي هو بطل اوروبا وبطل العالم، النادي الاهلي ليه مكانه خاصه جدا عند الاعلام هنا واهتمام وفوكس عليه بشكل غير طبيعي. حتى قناه البي ان سبورت النهارده تابعت الاستقبال بشكل مختلف وبشكل غير طبيعي. كان عندي بس ملاحظه على تصريح قاله احمد ياسر المحمدي شقيق حاتم. طيب برضه انا عايز اقول لحضرتك واحنا بنتكلم اهو، بايرن ميونخ بيعلن اصابه 2 من لاعبيه بفيروس كورونا كوفيد 19، ووصول ايضا فريق اولسن الكوري الجنوبي الى الدوحه ايضا في لاستكمال بقيه المشاركات في كاس العالم للانديه. يعني يا استاذ اسامه يعني شرفتني ونورتني وسعيد جدا جدا بتواجدك معايا، ودايما مشرفنا ومنورنا، والمصريين الجدعان الجمال دايما في قطر موجودين وفي كل دول العالم.